ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير دايما ورمضان كريم عليكم جميعا. معاكم جو من قناة كرشوي وحبيب قلبي عم يسوي خصصة. حبيبي يا جو، حبيب قلبي عم يسوي سوي خصصة. طيب بصوا طيب بصوا، الساعة واحدة احنا جايين نتسحر سوا يا جماعة، الساعة واحدة. فايه رمضان طيبين يا جماعة، رمضان كريم عليكم. عشان الناس اللي بتقعد تقول لنا انتوا بتصوروا ساعة الفطار، الساعة واحدة اهو وسحور وبنتسحر سوا كلنا. ده انتوا هتشوفوا تهييس السنين الفيديو. طيب بعد المأساة اللي حصلت في سحور سعد الحرامي، أخي في الله صاصة وأخي في الحقيقة، أنا اقترحت عليه مطعم جامد احنا مجربينه من زمان. اقترحت عليه المطعم ده، هنجربه النهاردة. مطعم يعني لحم اكتفنا من فوله، من واحنا صغيرين بناكل فوله، فلحم اكتفنا من فوله. قول لنا ايه هو المطعم يا عم صاصة؟ معانا النهاردة مطعم الوادي، هو في مصر الجديدة في روكسي، مطعم معروف ومشهور ومطعم كويس جدا، هنجربه النهاردة. وسط سينما روكسي المطعم ده. وعايزين ايه يا عم كوكو؟ اصحى، عايزين 20,000 لايك، اشتركوا في الفيديو في كل مكان، ولسه ما اشتركش في القناه اشتركوا وفعلوا زر الكاميرا عشان كل جديد. ما تروحوش اي حته، هنجيب الحاجه ونرجع لكم. ايوه بقى، اوعوا تروحوا اي حته. تعالوا كده ايه، اخدكم لفه الاول، اوريكم الصواني اللي طلع لنا، اصل هم حبايبنا وعارفين ان احنا هنصور، فاتمنى ان يبقى الحلاوه دي اللي احنا شايفينها قدامنا تبقى من حقكم النصيب، يشرفونا قدامكم يا ريت. زي ما انتوا شايفين كده بقى، دي صينية فيها 6 أنواع فول بقى، بالبيض وبالبسطرمة وفول حار وفول بالسمنة وفول بالزبدة وفول اسكندراني وطعمية وما قلناها دي يا باشا. لا لو سمحت، لو سمحت ما تخليش الأستاذ يقطعني. الساعة واحدة واحنا عايزين نتسحر بسرعة. ومعانا برضو زي ما انتوا شايفين شوية طماطم على خيار على خس على شوية حاجات كده حبشتة، كانت مظبطين يعني عشرة عمر. الاسعار بقى هي اللي انا مش عارف، هل هم يعني علشان عارفين احنا هنصور قالوا لنا الاسعار دي وحاسبونا على الاسعار دي، حاسبنا ما عندناش احنا جو ابو بلاش ده، كل مال اليتيم ما عندناش. زي ما انتوا شايفين كده، ده اول طبق معانا، ده فول بالزيت الحار ومحاسبنا عليه ب10 جنيه، والله بياكدوا لنا ان هم بيطلعوه ب10 جنيه. ده حقيقي، فانا قلت اقول لكم لازم الامر ان هم عارفين ان احنا انتوا عارفين احنا اخوات، فانا بقول لكم كل حاجه، مش هطلع اشتغلكم اقول لكم ما مش عارفين ان احنا هنصور، عارفين مش عارفين ان احنا هنصور وحاطيننا في الطبق ده ازاي. شغل دماغك معايا يا اخي في الله، يلا بينا يلا بينا, بينا. ب10 جنيه. والله الله يبارك له، هو وهم اسعارهم جميله. لا صراحه اسعارهم جميله. فين؟ في روكسي، الشارع اللي قصاد سينما روكسي. بس مطعم الوادي، احنا قلنا احنا ما قلناش مطعم الوادي ده اساسا كده، قلت مطعم الوادي. طيب يلا بسم الله، اول حاجه فول بالحار، ادي تقليبه ادي تقليبه. ايوه كويس كويس. هي ريحه الحار يعني حار من ابوه، حار من الحاره. يلا بينا بسم الله، كله يمد ايده. يلا بينا. لو فاكر ساعات لما صورناه في مطاعم مصر الجديده، البتنجان المخلل ما كانش حلو. لما دقنا البتنجان المخلل ما كانش، ربنا يستر عشان شكله برضه ندوق مزاج. ما انا شكله والله العظيم شكله التخليله حلوه، يعني البصل لسه ما استواش، التتبيله حلوه، التخليله لا ما خدش وقته في التخليل، بس كده. انما التتبيله بتاعته حلوه جدا، ده اللي انا عايز اقوله. نرجع لمرجوعنا، نرجع لمرجوعنا. الفول، الفول الحبه بحبتها، ده اللي انا عايز اقوله. وسمنه بسمنتها، والله هو زيت حار مش سمنه. اخصم منه معلقتين فول، هخصم منه معلقتين فول الولد. شرفتني بصراحه مطعم الوادي، يعني الحمد لله انك شرفتني في الفول، في البتنجان ما اعرفش ليه مش عايز يا نهار اسود، مش عايز تشرفني، مش عايز تظبطه. مش عارف ليه، رغم ان هو جامد بصراحه. ايوه السلطات دي بص، ده مش قادر يا عيني. ايوه بصراحه هو خلص الطبق لوحده كير. ايوه احنا بنساعده عشان ما نكذبش، جميل والله العظيم بجد. انتوا عارفين احنا ما بنطبلش لو على رقابينا، لو والله العظيم انا بقول دايما، بقول لكير، بقول له انا لو ابويا فتح مطعم واكله مش حلو احنا هنقفله له هنا في القناه. احنا عايزين اللي بعد كده الفول اللي بيسيب ده جو، الفول اللي بالزبده، عايزين نستحضر. حلو حلو. عشان طيب اولا العيش بتاعه ممتاز ما شاء الله، جميل ممتاز. اتمنى ان هو ده العيش اللي بيكون بيطلعه في السحور، برده مش جايبه لنا مخصوص. لا لا هو جايبه من جوه فعلا عنده. لا انا عشان ما اعرفش والله، انا علشان ده لغايه لما طلع الطلب فهمني وقلت له هات لي بقى 5 ترغيف عيش، جابهم لي من جوه. وانت قلت له 5 بس؟ ما هو كفايه 5 بس. ايه يعني سحور والساعه واحده وطلبت ما يكترش عن كده باشا؟ انا عرفت خلاص الريت بتاعي. ما انا ما اعرفش صصا، بس انا عارف ان انتوا مش بتدبوا جامد يعني في السحور. عامه انا هاخد رغيف واحد بس. طيب اول حاجه كده حلو، اول حاجه
الفول مظبوط بالملي، ملح وبهارات وتسويت، الفوله نظيفه مزبده، زيت حار مظبوط نظيف مش زيت عربيات، تتبيله مع كل حاجه. انا وسعر 10 جنيه انا خايف من السعر دي ده يكون هو موجب معانا، ما انا مش عارف بصراحه. انا رحت للكاشير طيب اكدت على النقطه دي، قال لي صدقني هو ده الاسعار اللي بتطلع من عندنا، قلت له عشان الناس هتيجي تطلب بالكلام ده. طيب الله يبارك له، لو ده ب 10 جنيه وهو محاسبنا عليه ب 10 جنيه 10 من 10 والله 10 من 10 بجد حقيقي يستاهل. بداية من موافقة من مطعم الوالي. حضرتك جاي تتسحر بس. طبعا. ما فيش تقييم النهارده. لا انا قلت 10 والله، قلت بقى عيش انتوا مع نفسكم ماشي، هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم وان شاء الله فيديو سعيد وهيعوضنا عن كمية الملح اللي حصلت في سعد الحرامي. شكرا يا عم صاصة. العفو يا حبيبي. ورجعنا يا جماعة تاني معاكم تاني حاجة، وده فول اسكندراني. تاني بتاني حاجة معاكم. بصوا دي بقى ايه ده؟ ده جنان السحور بقى. بتاني حاجة معاكم. وده فول اسكندراني. يلا. وده تمنه انا بقول 10 جنيه يعني، بس يعني مش عارف، ما انا عمال اتخانق معاه عمال يقول لي ده ب 10 جنيه، بقول له لا هو محاسبنا على 10 جنيه، بس هو يا غلطان يا موجب معانا، لان الطبق ده وجهه نظري ان هو بيبيعه ب 15 20 والله اعلم، يمكن يكون كريم في شهر الكرم وب 10 جنيه. شفتوا الطبق متكلف. اوكي يلا بينا يا اولاد. يلا بينا يلا بينا تعالوا جاهزين. يلا جاهزين. حكايه. انا مبسوط، انا مبسوط ان انتوا شرفتوني، ان المطعم ده شرفني، خلى رقبتي ايه من زي ده يا ما تفكرنيش باللي عملوا معايا. بس عارف الحاجات دي ناقصها ايه؟ ناقصها انك تقعد ساكت. لا قول لي بصراحه، قول لي. ما انا مش لاقي حاجه. عصره ليمون ماشي معايا يعني، بس هي هم مظبطينها بصراحه، هم مظبطينها. بص انا حسيت والله العظيم الطبق ده ان انا عايز امسكه واكله كده. ده الفول هنا مهروس، ناقصه شويه ليمون. ده الفول هنا مهروس، محدش خد باله ان الفول هنا مهروس، مش حبه بحبتها. انا بالنسبه لي مش ناقصه اي حاجه والله العظيم، والله ما تحيز عشان لا يشهد علينا ربنا. لا 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 ما عندناش جدعان، الليمون عامه ده ذوق شخصي يا هو، مثلا يديك موس ليمون او كده. ما بتكلمش على الليمون خالص. انت لسه في حته الليمون يعني، ما بتتكلمش في الليمون خالص. الصراحه يوديه في حته ثانيه خالص، هو هو عيد. طيب ايه ده اللي احنا بنعمله؟ والله العظيم يا جماعه، والله العظيم احنا ما بنعرف نطبل ولا هي ولا لو دي اسعاره يعني الواحد ياكل عنده كل يوم. ما طب ارقامكم. طيب 10 10 والله العظيم 10 يا جماعه، 10 وانا واثق من كواليتي المطعم يعني. ده بقى انا احنا نضمنه بصراحه يا شهاده لله. هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم. نخش بقى على الطعميه يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده دي طعميه محشيه، ودول 3 اقراص متقطعين انصاص. تقريبا تمن القرص 5 جنيه لان الفاتوره متلخبطه ومكتوب فيها حاجات بدل حاجات. عشان هم حاسبونا بالعافيه والله يعني، ما كانوش عايزين يحاسبونا، بس طبعا انتوا فاهمين ما فيش الكلام ده. دي شكلها محشيه ومشطشطه، خدوا بالكم عشان كريم. بس دي معموله لنا وصايه، دي معموله لنا وصايه اكيد. العجنه ما شاء الله قشطه، والزيت قشطه مع الشطه مع الكزبره الكتيره. لا بس انا عايز اقول حاجه، وبسم دي معموله وصايا. بص اقول حاجه بس، هم بسم الله ما شاء الله مش محتاجين شهادتنا، مش محتاجين. لا هم معروفين جدا في مصر الجديده، فالحاجات ما بتقعدش كتير لدرجه انها تبرد، فاهم قصدي؟ وده ما يمنعش ان هم اكيد عاملينها لنا برضو. الطلب عشان كبير ان هم عملوها واحنا واقفين. طلب كبير، احنا بالنسبه لهم يا راجل ولا حاجه في الطلبات دي، دول هم ما شاء الله والله العظيم بيبقى عليهم بال 40 50 نفر واقفين على الصبح. يعني احنا بدون ذكر اسماء في مطعمين جنب المطعم ده مشهورين جدا واسامي مشهوره، وجمع المطعم ده، المطعم ده قديم جدا. لا المطعم ده ثابت نفسه جدا قدام الاسامي الجامده. وانا هقول لكم المطعمين ايه، احنا ما بنخافش من حد وما بنقولش كلمه غلط على حد ولا كلمه صح على حد. يعني. لا 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 الشبراوي عربياتا الشبراوي وجاد لسه فاتح هنا، واحد هنا، والاثنين خدوا على الشارع بره وهو مزنوق في الشارع جوه وحاطط عليهم نفخهم بصراحه. طيب هذه الطعميه اللي بالكزبره والطماطم والحلاوه والبقلاوه، والله هو الشكل العام هيبقى وحش لان كل حاجه هتسالني انا لغايه دلوقتي هعمل لك كده، مش عشان اختيار يا جماعه. يا عم اختيار مين؟ وان احنا ما انا بقول لك يعني عشان زمان مين. لا ما احنا مش جداد في القناه، ما احنا بقول لك مش الكلام ده بتاعنا. طب ايه يا كيرو؟ الطعميه طعمها جميل جدا، بس انا حاسس الكزبره زياده. معلش انا بحب الكزبره زياده، انا ما بحبش الكزبره زياده، ما هي دي المشكله. انا ما بحبش الكزبره زياده. طيب الحمد لله واحد واقع مننا. ايوه هتديها كام؟ 8.5 من 10. انا يعني مع السعر لو هي ب 5 جنيه، ما احنا المشكله ان احنا مش عارفين السعر، فانا لو ب 5 جنيه هبقى شايفها غاليه شويه.
لا هو شكله اقل من كده صراحه. لا ما انا مش احنا مش عارفين هي بكام. طب نقيم ازاي بقى؟ بقول لكم ايه، انا اللي في نيتي 9.5 عشان هي ب5 جنيه عم ساس. 10 من 10 خلاص. هنعمل ايه، الحاجه حلوه نولع في نفسنا، هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم. والان وقبل ان اقول لكم، صاص اقترح على اقتراح، قال لي باشا احنا نخلص الفيديو ونضرب مشوار كده ايه للمطعم ونشوف الحاجه مننا كده كده هنرجع لهم اطباقهم اللي ناسيينها دي، احنا كنا نخلص ونروح اساسا، ونصور المنيو علشان ما يبقاش فيه قيل وقال، نتاكد من الاسعار والاسعار واللي هيبقى مكتوب لكم في الاسعار اللي تحت اللي فاتت واللي جايه دي من المنيو اللي هم معلقينها على المحل عشان نريح دماغنا. لو قلنا اسعار غلط هتلاقوا السعر المظبوط مكتوب هنا. خلينا في الجوده النهارده ونخلي الاسعار ده. لا لا لا، الاسعار انا هقول لكم ده المفروض ان احنا دافعين فيه 20 جنيه والسعر اللي مكتوب تحت هو السعر اللي هنبقى شفناه ملزوق على يافطه المحل. قول لنا معنا ايه ده؟ فول بالبسطرمه وريحه البسطرمه بصراحه ما شاء الله ب 20 جنيه والسعر المظبوط هتلاقوه تحت، غالبا ده هتلاقوه بقى برده ب 20 جنيه ما اظنش انه يزيد عن لا لا ده ب 20 جنيه. يلا يا ولاد اتفضل يلا. اوبا 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 اوبا، ايه اللي انا بعمله ده؟ انا مش عارف. اديله بسطرمه. اوكي ده فول حب تاني، رجعنا للفول الحب التاني عشان اللي فات الاسكندراني مهروس. يا لهوي يلا. البسطرمه جميله قوي، البسطرمه حلوه، بس انا عندي تعليق هنا. الفول كان لسه عايز يدمس، عايز يدمس شويه، او بص تحس انه نشف، عايز يدمس. الفول دي مش متدمسه كويس، بس ازاي مش كلها قدره واحده؟ المفروض انها قدره واحده، او تحس ان هو الميه بتاعته قليله قوي، يعني عايز يبقى جوس يعني كده. بس انا حاسس تدمست الفوله مش زي الاولانيه اللي كانت في الحار، تحس ان الفول ناشف حتى باينه هي ايه، مفيش عصاره والفوله حاجة. الفوله ناشفه شويه، ده حلو. ممكن قدره غير القدره، ممكن. وملح سيكا؟ لا لا، انا بالنسبه لي لا، الملح مظبوط بصراحه. طب ايه يا رجاله؟ لا انا ده ما عجبنيش ولا انا ولا انا. البسطرمه حلوه بس التجربه اوفر اول كده كلها مع بعضها. انا بالنسبه لي ملح سيكا. لا عادي البسطرمه عادي ماشي، هي الملح والكلام ده اذواق. البسطرمه لو على طبق من الفول اللي احنا اكلناه التانيين كانت هتبقى في حته ده. يعني هنا الفوله للاسف مش متدمسه 100%، فدي غالبا قدره ثانيه غير اللي اكلنا منها. تقييماتكم يعني؟ تقييمك يا ساسا 4. تقييمك يا كوكو 4. 3. انا ما عشان ده بدا بالدبل الاسعار الثانيه ده ب 20 جنيه على كلامه هو او على اللي احنا حاسبنا عليه. طيب لا، هي الفوله اللي ظلمت الطبق ده 3 من 10. لا والتحبيشه برضو مش قد كده، مفيش تحبيشه، هي البسطرمه بس، يعني اقلهم حتى الان 3 و4، وهنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم. ورجعنا معاكم تاني يا جماعه، وده طبق فول بالبيض وثمنه 20 جنيه. حسنا. مش تاجن يعني؟ لا مش تاجن، طاجن. صوصه بتعتاجن في كل رمضان. ايوه الطباق. يلا بينا يا ولاد. بس خدنا على دماغنا في الطواجن. ما تفكرني كان طاجن ب 65 و75 و80 ومفيش حاجه فيهم عجبتنا، كان كله ملح. والله ما بنزم في حد، احنا السنه اللي فاتت سعد الحرامي ده احنا طلعنا بيه السما لانه كان حلو. ف يلا بينا ندوق. ايوه بقى ارجع للفوله تاني. رجعنا للسعاده الحمد لله. انا خفت بصراحه، انا خفت ان نلبس في القدره الثانيه دي او الفوله الثانيه دي، مش عارف ايه السبب بصراحه. يمكن عشان ما كانش فيها زيت كتير، يمكن ما فيهاش سمنه، يمكن من قدره ثانيه، ما انا اعرفش السبب. ولكن هنا رجعنا تاني. بيض صابح. حلوه بيض صابح. ده تطبيل ده تطبيل ليفل الوحش. لا والله الفوله هنا جميله، التتبيله حلوه، البهارات مظبوطه، الملح مظبوط، اذا كان كمون مظبوط، اذا كان فلفل اسود مظبوط، الدنيا انت بتاكل وانت مبسوط. وب 20 جنيه طبق جميل احنا دبينا فيه، خلصنا ايه نصه بالعافيه مقارنه ب 70 و80 جنيه من مطعم تاني وما كانش حلو. يلا ربنا يسامح، ربنا يتوب عليه. طيب تقييماتكم يا اولاد، ويعني لو حد عنده اي راي يقوله. لا انا شايف ان الطبق ممتاز جدا زي ما انت قلت، كل حاجه مظبوطه، ونسبه الفول مع البيض كمان مظبوطه قوي. مظبوطه ممتاز. انا اديله 10. تمام. انا شايف انه كان لو اتعمل بالسمنه او بالزبده كان هيبقى احلى بكتير، او هيوديه حته ثانيه. هو مش وحش، هو حلو بس معمول بالزيت. انا طول عمري مقتنع ان الحاجه طالما حلوه اوعى تلعب فيها. صحيح. يعني حلوه ارضى من اللي مكتوب لك يا صابر. هديله كام؟ مش افضل حاجه عدت معايا النهارده، ولكن ما فيهوش غلطات. ف 9 من 10 وصاصه 10 وكيلو 7.5 8
8 من 10 ويلا بينا نروح لطعمية جديدة. ونرجع تاني للطعمية يا جماعة، زي ما انتوا شايفين كده ده دول 3 اقراص طعمية محشيين بالشطة. ده ولا دي ولا دول؟ اثبت لك على حاجة. دول ايوة 3 اقراص طعمية محشيين بالشطة، تقريبا سعر القرص 5 جنيه. السعر اللي هنسيبه لكم تحت هو السعر اللي لما ننزل نسلم الاطباق تاني لاصحابها ونرجع الامانه لاصحابها هنعرف الاسعار اقل من كده. هو السعر هتلاقوه مكتوب هنا، ده السعر اللي بعد ما هننزل نشوف. طبعا يا جماعه الطعميه من جوه المحشيه واضح الشطه والطماطم، ندوق بقى ونشوف. بصوا نظافه وحلاوه الزيت والطعميه. هو مغير لنا الزيت ولا هو لا. هو طعميه اصل ساعه راح بياكل منه. لا هو زيته على طول نضيف كده. بصوا يا جماعه نضفت الزيت والطعميه ما بتكدبش. جميل. ولكن الطعميه المحشيه يجب ان تكون لكيفه الشطه، كلنا عارفين كده. لا مفيش شطه قويه، في نظافه في الطعميه وفي خضره في الفرمه بتاعه الفوله والدنيا جميله، ولكن كميه وحمو الحشو بتاع الطعميه المحشيه انا احبه يبقى كده. ده اختلافي انا مع هذه الطعميه. نسمع راي الصاصه ونسمع راي كوكو. لا انا بالنسبه لي بحب الشطه كده. تمام عم كوكو. طب ممكن الشطه تزيد عادي مفيش مشكله، هي فعلا يعني هاديه شويه. ايه ده هو يعني هو ده؟ طب هو اشمعنى هو اللي ماسك طعميه مليانه؟ وبعد اذنك يعني ممكن تدوق. طب ماشي، بس ده مش حلو ان طعميه وطعميه. الصاصه عنده الشطه ازيد والحشوه اكبر. طب ما ده مش حلو، ما ده مش كويس. المفروض كله يبقى واحد، بس برضه مش حاميه للدرجه اللي احنا متعودين عليها في الطعميه المحشيه. بس ما فيهاش غلطه من كل حاجه، المكونات كلها، بالزيت كمان الزيت نظيف جدا. ارقامكم في عد عنده، وانت قلت رايك. انت ليه بتفضل ما تقول؟ انا متفق، ما فيش اي اختلاف، متفق معانا. الدنيا جميله، ولكن الشطه انت معايا في الشطه. مظبوط. تقييم انا اديها 9 من 10. 8 من 10 8 ونص من 10 يلا بينا نروح للي بعد كده ونرجع تاني للعشرات، وهسيب لكم السعر المظبوط تحت ان شاء الله يبقى 10 برضو، يعني على حسب اللي مكتوب تحت. زي ما انتم شايفين كده ده طبق فول محوج بالطحينه. اتمنى ان يكون بعشا جنيه، واتمنى ان يكون الفوله اللي من القدره الحلوه المتقدره. باين عليه يا مسهل يا رب. يلا يا اولاد ده الفوله مطحونه. يلا. لا مش مطحونه، الفوله بفولتها. الفول الزبده والليمون، وما ادراك بالفول الزبده والليمون. جاي معاك كده دايركت من الاول، بيقول لك انا فول محوج بالليمون والطحينه. انا معاك جبار. واحب اقول لكم ان الفول ده لا حب ولا مطحون، الاثنين. هو حب وبيحب وبيتحب ومطحون وبيتحب اهو، يعني واضح من منظره كده. لو زوم ان كده هتلاقوا حب وهتلاقوا الباقي ايه؟ صوص فول. لا بص الدخان اللي طالع. ده من المطعم علينا على طول. اهو شايف يا لو شايف اهو ده كيلو، شايف اهو فول مطحون وحب. ما لو قلت لك مطحون انت قلت لي حب. بس لما دوقته بقى الاثنين مطحون وحب. ما انا مش مقتنع بموضوع 10 جنيه ده، انتوا شايفين بقى السعر المظبوط تحت، فاتمنى ان هو يبقى لسه 10 جنيه يعني. احنا لسه هنعرف. لا ما انت هتطمع الناس فينا. والله ما اطمع، بس هو يا جماعه خدوا بالكم المطعم ده موجود في روكسي، في روكسي امام سينما روكسي، فاسعاره دي لو هي بالنسبه للمنطقه لا ممتاز ممتاز يعني فوق الوصف يا جماعه. احنا وصلنا لطاجن ب 80 جنيه كان في حاجه ب 90 جنيه تقريبا اللي ما جاش. اللي ما جاش 80 جنبان 80 دفعنا ثمنه وما جاش، دي مكانه حاجه ثانيه. طيب تقييماتكم انا مش عارف اقول. انا شايف ان الليمون اضافه قويه جدا. ويعني بالنسبه لي دلوقتي ده رقم واحد عنده. انا بالنسبه لي 10. وانا هديله 10 برضه. وانا هديله 10 بس مش رقم واحد. انا حاسس ان اول حاجه ابتدينا بالحار، والحار حار قوي. الحار انا بالنسبه انا عشان بحب الحار يعني. دي عضلات شخصيه، هنا الحار وهنا الحلو يعني. انا موضوع زيت بالظبط. تحب ايه؟ هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم ونكمل في السعاده. ورجعنا لكم يا جماعه. ده طبق فول بالزبده وثمنه 10 جنيه او 20 جنيه. والله لخبطونا في السعر هنا تحت، وهتلاقوا السعر بتاعه المظبوط مكتوب تحت. يلا بينا خلينا نركز في الطعم. بس هقول لك حاجه، ربنا يستر الحبه الكامله وربنا يستر حاسه من اللي هو الفوله الكبيره اللي قدره ثانيه. ممكن ايه ده؟ هو ما هو في ما فيهوش عصاره خالص ليه؟ ما هو لو ما فيهوش عصاره يبقى زي التاني. ربنا يستر. طيب انا مش متفائل ولا انا اول واحد مش متفائل، بس يمكن يخيب ظننا. يلا حبينا شويه. مش مستويه اللي حبيتها. لا حبايه كبيره قوي و
وعارفين اللي هو نص سوا يعني. ايوه ناشفة عاملة زي النابت زي المستشفى. طيب للأسف معلش يا صاصة انت اللي وقعت لي حبيبي، كنت اخويا الكبير، اخويا الكبير المفروض يشيل ورايا. انا لا بجد يعني ليه ما كانت السعادة ماشية؟ ليه مطعم الوادي يعني ليه تزعلني كده؟ لا الفولة دي ناشفة جدا طبعا، مش 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 مستواك انت، ما هو ليه في هي على فكرة الفولة حلوة بس هي مش مستوية. لا ما انا معرفش منين حلوة دي. لا أنا مش مستوية هي حلوة دي لما انا معاشرها قبل ما تستوي كنت بمشي معاها بقى وبنفش طعم مش وحش بس هي مش مستوية. ما هو هي نص سوى. ايوه طيب ما انا هعمل ايه طيب؟ ما انا ايوه انا فاهم، ما بقولش حلوة على فكرة. ما انا مش حلوة عشان مش مستوية. ده لا ده اسوأ واحد معانا النهارده، اسوأ تاني واحد، ما هما الاثنين اللي هما بس ده انشف من الاولاني. ما الاثنين بالنسبه لي ما هو الاثنين وحشين بس طعم الزبده كده معاك اي حاجه غير الفول؟ جميله حلو صح، جميله جميله الزبدة. طعم الزبده حلوه بس لاجل الزبده ياخد واحد. والله انا ما لا انا بقول لاجل الزبده قول رقمك كده صفر الصراحه. طب ليه كده؟ ليه ده احنا الراجل معرفه وعمالين نقول لك يعني عشره عمره وبتاع. طب عشرة عمر انتم مش انا ما اعرفش يا للاسف الفوله دي مش حلوه بس يعني هو بالنسبه للسعر والله عادي اروح كلوه بس احنا بنقول تقييمات يعني بما يرضي ربنا اللي جوانا بنقوله. هو لو اي فوله من اللي احنا كناها مظبوطه مع الزبده لا يزعل من لا على العكس هو هنا في 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 حاجه مش مظبوطه يبقى عارفينها الفوله مش مستويه طبعا بس. طيب اخر حاجه هنجيب اخر حاجه والله العظيم زعلان والله كلنا زعلانين النهارده ده فيديو يا لهوي لو انا هسيب لكم سعد يا رب افتكر بقى اسيب لكم سعد الحرام ايه ده وانا قلت سعد الحرام خلاص فضحت نفسي هسيب لكم السحور اللي سكلناه المره اللي فاتت اللي دفعنا فيه قد كده ساسا وده معلش دفعنا فيه كام بعد اذنك دفعنا فيه 135 جنيه هو انت كنت دافعين فيه كام 510 جنيه اوه يا نهار ابيض 510 انت تقريبا بتتكلم في الربع باشا هو انت الكميه اللي احنا كلناها دي تقريبا دبل الكميه اللي كانت في التاني دبل كمان يعني ربع السعر ودبل الكميه نروح لاخر حاجه نروح لاخر حاجه واخر حاجه يا جماعه معانا النهارده زي ما انتم شايفين كده دي طعميه كفته الطبق ده تقريبا سعره 10 جنيه السعر المظبوط هتلاقوه تحت اوكي يلا بينا يا اولاد انا حاسس ان هي بتاكل زي الكفته كده ايه ماشي ايه لا هو ما وعدش طحينه ما وجبش معانا لا ما لا ما تقول لي ومعرفه وحبايبنا وفين الطحينه وصلوا من الطعم طب دوق بقى دي معموله لنا ما هو كده عاملها لنا دي يعني ليفل الوحش هو ممكن اقول حاجه هي دي فيها جزء بيض زي ال اللي هي البيض العجه لا طعميه والله حاسسها فيها فيها عب كده مش مش عجه رسمي لا. بس ما تسيبونا ولا لا انا عايزه لا احساسي لا طيب لا بغاشة طعميه من بغاشة الملك فاروق مثلا بغاشة مش طعميه بس يعني لا معلش دي ما بتتعملش للناس لا هي يعني ليه ما بتتعملش للناس انت على فكره اللي يروح يا جماعه يجرب المطعم يكتب لنا لو في نزل له حاجات غير الحاجات دي او اسعار غير مختلفه يكتب لنا انا بس طب ما انا ما اعرفش طب الزيت ده متغير لنا بصوا الزيت حبيبي مش هيغير لك طاسه زيت الطاسه دي بتبقى حاجه قد كده يبقى الله يبارك له بس صراحة. خلاص طالما مش لاقيين حاجه يبقى الله يبارك له لو هو فعلا يعني انا رحت وقفت طلبت الطلب قدامي وانت بتشوف الحاجه بتتعمل قدامك بصوا يا جماعه انا بقول كل ده وانا عارف الناس دي ايه بس لازم احط عوائق علشان الناس دي لو في حاجه مظبطيننا بزياده يبقوا مظبطين الناس كلها بزياده فلازم اقول ايه ان الحاجه دي حلوه قوي فخدوا بالهم ويكملوا عليها برافو 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 طعميه يعني دي بالنسبه لي الطعميه رقم واحد النهارده طبعا طبعا وفي طعميات كلها طعميات كلها ايوه بس لا دي لا انا كله بالنسبه لي كان رقم واحد مفيش غير هو وقع مننا التيميت الطبقين الفول النابت بس كده وعشان سوى الفول ما هو نابت هو قالب نابت فعلا غير كده بس والبتنجان المخلل اي كلام مش مستوي حلو بعد كده بنتكلم في حوالي 8 ايتمز من ال 10 11 ايتم اللي جم معانا النهارده عشرات وتسعات وتسعة ونص فالله يبارك لك يا مطعم الوادي احنا فعلا لحم كتفنا من فولكو تقييماتكم يا ولاد ورمضان كريم عليكم طبعا انا احنا بنسهر مع بعض ايوه هي الساعه بقت كام الساعه 2 ل10 واحنا بادئين سحور الساعه 1 اتفضل طيب انا اوفرول ادي المطعم 8 من 10 9 ونص ما
انا والله العظيم بعيدا عن التحيز خالص يا جماعه، ده اقل حاجه. السعر لو هو الاسعار دي، وغالبا نسبه 85-90% هي الاسعار دي، احنا بنتكلم في تقريبا 135 جنيه الوليمه دي اللي احنا ما كلناش 5% منها، بينما جبنا حاجات بال 10% من الكلام ده ب 510 جنيه من الفيديو اللي انا ان شاء الله انتوا عارفينه ودوروا عليه، الفيديو بتاع سعد الحرامي اللي لسه منزلينه من اسبوع ولا من 10 ايام. الكواليتي كميات لا 9.5/10 8 ايه كمان اقل حاجه، ما كانش 10 ولا ربع على راي جول لما بياخد الربع كمان. لا 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 هي 9.5 حلو علشان البتنجان والطبقين الفول، ورمضان كريم عليك وربنا يبارك لك يا عم مطعم الوادي. وعايزين ايه فكروه وقولوا له، عايزين 20,000 لايك وشير الفيديو ده في كل مكان. ايوه والتحدي بتاعنا يا جماعه، عايزين نوصل 10 فيديوهات بس من 30 فيديو 20,000 لايك عشان نصور لكم كل يوم فيديو لسنه 2023. يا ريت بعد اذنكم، يعني اذنوني انا نفسي انكم تذنوني وانا عارف انكم مش هتعملوها، بس ونشوفكم على خير في فيديوهات جديدة. وكان معكم جوكر شبوي وعم ساسا وعم كيرو، ونشوفكم في حلقات يومية جديدة، ورمضان كريم عليكم وسلام.